نسمي اللاية دلوقتي ونبتدي مع بعض session 2 في level 2. طيب أول درس عندنا هيكون عن الارتكلز، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات articles معناها الأدوات. طب أدوات يعني إيه؟ أدوات النكرة والمعرفة. طيب ركزوا بقى معايا عشان الدرس ده مهم جدا. أول حاجة عندنا في الارتكلز اللي هي definite articles اللي هي إيه؟ اللي هي المعرفة، تمام؟ اللي هي عندنا في العربي بنقول ال. طيب الارتكل هي ذا هي ال بالعربي. طب بنستخدمها امتى بقى؟ بنقول when we specify something or someone. specify يعني ايه؟ يعني احدد، لما بحدد شخص او شيء معين بقول ذا. طيب وامتى كمان؟ when we mention something for the second time. اتنين وجنبها ان دي صغنونة، دي معناها second، for the second time يعني للمرة الثانية. طيب يبقى احنا سريعا الديفينيت اللي هي the بنستخدمها امتى؟ اول حاجة لما بنحدد شخص معين او شيء معين، تاني حاجة لما بنذكر الشيء للمرة الثانية. هنفهم الكلام ده حالا بامثلة بس نعرف ايه هي ال indefinite articles. ال indefinite articles اللي هي النكرة. طيب ايه هما؟ اللي هي a وان. فاكرين لما كنا في المدرسه على طول نتلخبط امتى نحط ا وامتى نحط ان؟ هنعرف دلوقتي وان شاء الله الدرس هيبقى بسيط جدا. طيب اليوس اللي هو الاستخدام، بنستخدم امتى؟ when we don't specify something or someone. يبقى هنا الفرق بقى. يبقى هنا لما بنحط ا ولا ان انا ما بحددش حد، انا بقول شخص ما او شيء ما بالعربي كده، تمام؟ برضو هنفهم الكلام ده باكزامبلز ان شاء الله حالا. بعد كده الارتكل ا نحطها امتى؟ قال لك it comes before، نركز before words start with consonants. هي بقى هي دي الكلمة اللي بتخلص الدنيا كلها. consonants ا بنحطها قبل الكلمة اللي بادئة بحرف ساكن، consonant يعني ساكن، تمام؟ طيب اما الان اللي تحتها دي ان بنحطها امتى؟ it comes before words start with vowels، بنحطها قبل الكلام اللي بادئ بالحروف المتحركة. فاكرين الحروف المتحركة؟ قلتهم لكم المرة اللي فاتت في الفيديو الأولاني بتاع سيشن 1. فاكرين اللي هما الـ A والـ I والـ O والـ U والـ E، وهنزود عليهم كمان النهاردة الـ H mute. H mute دي اللي هي H ما بنبقاش بننطقها خالص. طيب نروح كده نشوف معانا الـ examples. عندنا example number 1، I have an idea. I have an idea. اهو انا عندي فكرة، او لو هنترجمها عربي بقى لدي فكرة ما. هل انا محدد ايه هي الفكرة؟ يبقى هنا بنقول an. طب ليه قلت an؟ عشان idea بدأ بآي، يبقى I have an idea. طب نشوف رقم اتنين، I met an old man. قابلت رجلا عجوزا. مين هو؟ نعرفه؟ نعرف مين الشخص ده؟ ساكن فين؟ قاعد فين؟ بيعمل ايه؟ ولا اي حاجة، محددتش. يبقى an old man رجل عجوز، ما عرفوش. طب ليه حطينا an؟ عشان بدأ ب old. برافو، تمام. طب نشوف رقم 3، this is a great book. this is a great book. الكتاب ده كتاب عظيم. طب هنا a great book، حد هيقول لي ايه ده؟ هو انت هنا مش محدد اهو ان الكتاب عظيم؟ لا انا ما قلتش، انا كده بوصف الكتاب، ما كان محددتوش هل انا قلت كتاب ده عربي ولا كتاب انجليزي ولا كتاب جغرافيا، محددتش. وهنا نخلي بالنا لما بنوصف حاجه مش محددينها لازم نقول او ان، تمام؟ يعني ممكن لو جريد دي ما كانتش موجوده وموجود عندنا اوسم، فاكرين اوسم اللي معناها رائع؟ كنت ممكن اقول ايه؟ this is an awesome book، تمام؟ يبقى لما بنوصف نحط صفه قبل الاسم او نحط adjective before the noun لازم نقول ا او ان، تمام؟ طيب نشوف الجمله، المثال رقم 4، بيقول لي he made a mistake. ارتكب هو خطا. طيب هل انا عرفت ايه هو الخطا اللي هو ارتكبه؟ ولا محدد اي حاجه. يبقى a mistake هي خطا وخلاص ارتكبه، تمام؟ يبقى he made a mistake. طيب رقم 5، The old man was kind. نركز هنا بقى.
انا لسه في قايل في المثال فوق ايه؟ I met an old man. طب هنا لما جيت كررت نفس الراجل العجوز تاني، قلنا ان كان استخدام من ال definite article ده لو بنعيد الحاجه للمره التانيه، سواء بقى في قطعه، في روايه، في قصه، يبقى بنقول the old man. انا هنا بقى عرفت مين هو الراجل العجوز ده، انا قابلته قبل كده خلاص. يبقى the old man was kind، الراجل العجوز ده كان طيب. تمام. طيب رقم 6، the movie that we watched last week was better than this one. تاني، the movie، هنا انا بحدد الفيلم، بقول الفيلم، اوص حتى قلنا ايه بالعربي، الفيلم the، قلت لكم من شويه the هي ال بالعربي. يبقى the movie that we watched last week was better than this one، كان افضل او كان احسن من الفيلم اللي احنا قاعدين بنتفرج عليه ده. تمام. طيب better than دي هناخدها ان شاء الله في الدرس اللي جاي، ما نقلقش بس منها، هنفهم كل حاجه. خلينا بس في ذا وآ وآن دلوقتي، عرفنا كده؟ طيب نشوف مثلا رقم 7، جاك، واحد اسمه جاك is the worst student in the class. جاك is the worst student in the class. انا هنا محدد جاك اهو، محدد مين الأسوأ في الفصل، جاك انا اهو قايل اهو. وذا worst دي برضو حاجة في التفضيل والمقارنة، هناخدها الدرس اللي جاي. نعرف بس ان ذا ممكن تيجي في الاسلوب ده، في اسلوب التفضيل والمقارنة. تمام. طيب اخر مثال عندنا رقم 8، my son is always the first. my son is always the first، و always هنا لو فاكرين دي كانت دالة على present simple. تمام. انا بقول ان ابني دايما الاول، فانا هنا محدد مين هو الاول برضو، قلت the first، وده معناه ان انا ممكن وانا بعد لما بقول first second كده ممكن اقول the first the second the third the fourth and so on. تمام. طيب عندنا بعد كده في حاجات بقى ما بنحط لهاش articles خالص، النو articles. ايه هما النو articles بقى؟ نركز. رقم 1، countries الايه البلاد، states الولايات، lakes البحيرات، and mountains والجبال. طيب حد هيقول لي ايه ده، انت بتقول ان احنا ما بنحطلهاش اداه خالص، يعني ما بنحطهاش لا ذا ولا آ ولا ان، ازاي بقى؟ طب ما احنا بنقول the United States the US، ما احنا بنقول the United Kingdom the UK. هقول لحضرتك حالا ان في الدول اللي اسمائها مركبه او مكونه من اكتر من ولايه او مدينه بنحط لها ذا. تمام. زي the United States فعلا، the United Kingdom. تمام. حلو قوي. طيب نشوف النقطه رقم 2، plurals and uncountable nouns، يعني الحاجات الجمع والحاجات الغير محصاه او الحاجه اللي ما بتتعدش، ما بنحطش قبلها اي اداه خالص، لا آ ولا ان ولا ذا. برضو هنفهم كل الكلام ده بامثله دلوقتي. طيب رقم 3، في عندنا 3 كلمات في اللغة الإنجليزية ممنوع منعا باتا إن أنت تحط أي أداة قبلهم. 3 كلمات دول إيه هما؟ life حياة، space فضاء، and society مجتمع. أي كتاب هتلاقي فيه كلمة the society المجتمع، تعرف إن ده كتاب ما يعرفش أي حاجة في الإنجليزي. أي كتاب كاتب لك فيه the space الفضاء، تعرف إن ده كتاب ما يفهمش أي حاجة في الإنجليزي. وكذلك لما أقول لك the life الحياة، لا هي ما بتقالش ذا، بنقول لايك بس، وبتتفهم انها الحياة برضو. دي بقى حاجات للناس اللي درسة ترجمة والناس اللي عايزة تترجم في ثانوية عامة. طيب رقم 4، آ وآن، عندنا أدوات النكرة آ وآن مالهم؟ can be only used with countable nouns، يعني ممكن نستخدمهم بس مع الحاجات اللي بنعدها، وبرضو هنشوف أمثلة على الكلام ده دلوقتي. طب آخر بس نقطة في النو articles، بنقول ايه؟ the can be only used with uncountable nouns. اخر نقطتين دول بقى هيلخبطوا شوية، بس بإذن الله هنبسطها حالا. the مع الحاجات اللي ما بتتعدش، نحفظها كده، the مع الحاجات اللي ما بتتعدش. طب وآو آن مع الحاجات اللي تتعد. تمام. طب برضو احنا مش متعودين نحفظ، احنا اتفقنا ان احنا هنفهم. طيب آو آن قلنا مع الحاجات اللي ايه؟ ها بتتعد.
طب ليه بحطها مع الحاجات اللي بتتعد؟ عشان هتبقى حاجة محق ايه؟ حاجة مش انا مش محدد ده ايه؟ يعني بقول مثلا a cup of tea، كوب من الشاي. هل انا عرفت بقى الكوب من الشاي ده فيه كام معلقة سكر، لون الكوباية ايه، ولا اي حاجة؟ ولا اي حاجة، معرفش. تمام؟ ده كده مثال يعني. طب the مع ال uncountable noun ليه بنحطها؟ عشان بقى ال uncountable لا بنحط لها لا مثلا حاجة تبين ان دي uncountable، او يعني ايه uncountable؟ يعني حاجة مش بتعد. تمام؟ هنحاول احاول ابسطها لكم اكتر ان شاء الله في الامثلة. تعالوا نروح نشوف الامثلة يلا. examples. طيب اول حاجة he lives in Spain. He lives in Spain. هو يعيش في اسبانيا. هل انا هنا قلت in the Spain، in a Spain، in an Spain؟ بصوا حتى مش ماشية، مش ماشية على ودنك. يعني انت لو جيت جربتها حتى زي ما كان في ناس بتجرب حادي بادي كده في الامتحان، مش ماشية على ودنك خالص. تمام؟ طيب اتنين she works in California. طيب هنا كاليفورنيا دي state وكان Spain country، فاحنا هنا اول مثال على الكونتري، تاني مثال على الستيت. كاليفورنيا دي ولاية في امريكا. طيب تلاتة Nasser's lake is useful. Nasser's lake is useful. دي البحيرة بقى، بحيرة ناصر، عارفينها طبعا اللي عندنا في مصر. بنقول is useful لأنها مفيدة. طيب رقم أربعة Finally the cat drank the milk. نركز بقى في المثل ده. أنا بقول أخيرا القطة شربت اللبن. طيب the cat، أنا بحدد هنا إن في قطة معينة. لما قال أخيرا يعني معنى كده إن القطة دي كانت مغلباني، فأنا عارف هي إيه، محددها the cat drank the milk. طيب حد هيقول لي هنا إيه ده، هو مش ملك ده حاجة ما بنعدهاش؟ ينفع أقول النقطتين لبن، تلات نقط لبن هعد الملك؟ لا مش هعده، هو uncountable word. طيب يبقى بنحط معاه إيه؟ the، لو أنا عايز أحدده برضو the milk. فهمنا كده النقطة الأخرانية في الاستخدامات المرة اللي فاتت في new articles. هنكمل برضو بقية الأمثلة وإن شاء الله تتوضح أكتر. رقم خمسة I'd like a cup of coffee. I'd like I'd زي ما كنا قلنا دي contraction بتاعت I would. I'd like a cup of coffee. أريد كوبا من القهوة أو فنجان قهوة. تمام؟ هل أنا محدد فنجان القهوة ده شكله إيه؟ كبير ولا صغير؟ هيبقى فيه سكر ولا مفهوش؟ ولا أي حاجة. فأنا هنا a cup of coffee، هنا cup دي إيه؟ countable word، ممكن أقول cups. تمام؟ إنما هنا في milk ممكن أقول milks؟ لا. يبقى اختصارا تاني ال uncountable بنحط معاها the، ال countable بنحط a أو an، طبعا إيه؟ طبقا لإما الحرف الساكن a حرف المتحرك an. طيب نشوف المثل رقم ستة I usually، خلي بالنا من المثل ده قوي بقى، I usually eat bread at lunch. فين هنا الكلمة بقى ال uncountable؟ شاطر اللي هيطلعها. bread، برافو. I usually eat bread at lunch. حد يقول لي استنى بقى انت كده لخبطتني خالص، هو انت مش لسه قايل ان ال uncountable نحط قبلها ذا؟ طب هو انا ينفع اقول انا متعود اكل العيش على الغدا؟ حتى بالعربي كده بنقولها ايه، متعود اكل عيش على الغدا، صح كده؟ طب ده بالعربي، انما في الانجليش بقى بنقول ايه؟ I usually eat bread. هل ينفع اقول I usually eat the bread؟ ماشي على ودانك؟ مش ماشي. يبقى I usually eat bread، ما ينفعش اقول breads. طب الواحد عايز يقول لي انا عايز اقول، طب انا عايز اقول رغيف عيش يا عم، يعني انا مش عايز انا اقول العيش دي، انا عايز اقول باكل رغيف، عايز احدد. طيب طالما هتحدد يبقى هنستخدم a و an، يبقى هنقول a loaf l o a f loaf of bread. a loaf of bread رغيف من الخبز او رغيف من العيش. تمام؟ يبقى الجملة دي I usually eat bread at lunch، انا يعني غالبا باكل عيش على الغدا. اخر مثال عندنا رقم سبعة بيقول لنا ايه life is a journey. اهو فاكرين التلات كلمات life و space و society، ممكن نعلمهم LSS. LSS life space society. life is a journey، الحياة رحلة. life is a journey. تمام؟ طيب عندنا نشوف كده
النوتس اللي معانا في الدرس الخاص بالارتكلز. طيب اول حاجه بتقول لنا فوق if the letter e sorry if the letter u يعني لو حرف ال u is pronounced as u طبعا اللي مش بيقرا معانا pronounced as u انا كاتب u y o u اللي هي انت انا عايز اقول يعني ان لو حرف ال u بننطقه ك u طب ايه اللي بيحصل بقى we put the article a not an ايه ده هو انت مش قلت لنا ان ال u حرف متحرك ما هو دي بقى الملحوظه اهو لو ال u ده جاي بيتنطق بقول يو ما بقولش أ يبقى ده كده بنتعامل معاه على إنه consonant طب زي إيه؟ عندنا زي a unique a unique shape a unique shape يعني شكل فريد أو شكل متميز a university a university ما ينفعش أقول an university لان يو هنا اليو هنا منطوقه ايه يو انما لو كانت منطوقه ا زي انكل او امبريلا مثلا بنقول ان انكل او ان امبريلا انما لو هي يو يونيفرسيتي او زي ما مكتوب في اخر مثال اند ا يونيفورم يونيفورم برضو بيو بنقول ايه ا يونيفورم جميل كده طيب النقطه الملحوظه اللي بعدها بيقول لي ايه ذا الارتكل ذا اللي هي الديفينيت ارتكل comes before unique things يعني ايه يعني بتيجي قبل الحاجات اللي موجوده عندنا في الدنيا دي منها حاجه واحده بس حاجه فريده من نوعها يعني ايه طيب حاجه فريده من نوعها زي the sun هل احنا عندنا كذا شمس the sun هي شمس واحده the moon هو قمر واحد the earth قلت the ها فاكرين القاعده اللي اتعلمناها في سيشن 1 the earth the sky etc الى اخره يعني او الى اخره تمام يبقى ذا بنحطها مع الحاجات الفريده برضو من نوعها طيب النقطه اللي بعد كده we use the بنستخدم ذا before نركز بقى في الحته دي قوي superlative ايه السوبرلاتيف ده اللي هي السوبرلاتيف adjectives ودي هنشرحها كمان شويه نفهم بس دلوقتي ان احنا بنستخدم ذا before the superlative adjectives and something ركز بقى something ايه and something اسف معلش بعتذر عن في بس خطأ فني تمام بنقول ان احنا بنستخدمها نرجع تاني بنقول we use the before superlative adjectives and counting words counting words اللي هو قلنا زي ما الاول والثاني والثالث the first the second the third والsuperlative قلنا زي the best و the worst والامثله اللي احنا ناقشناها بالفعل او هنا في برضو مثال محطوط اهو the strongest الاقوى تمام كده طيب بكده اقدر اقول لكم ان احنا يعتبر خلاص خلصنا الارتكلز او مش يعتبر احنا بالفعل خلصناها فعلا طيب يا ريت النوتس تاني هاجي برجعها لكم اهي يا ريت يا جماعه الدرس بتاع الارتكلز ده كده يعتبر ده الفيديو كده خلص يا ريت الدرس ده يتذاكر كويس عشان هو مهم للغايه ولو عندكم اي اسئله صفحتنا على الفيسبوك موجوده وهنكمل بقيه الدروس في الفيديوز اللي جايه